غوتيريتش يدعو إلى وقف ثوري لإطلاق النار شمالي سوريا. فرنسا وإيطاليا تدينان التدخلات الأجنبية واستخدام الميليشيات المسلحة في ليبيا. ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من 2000. الخامسة صباحا بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت غرينتش. موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. دعا السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش إلى وقف ثوري للقتال شمالي سوريا. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة إن غوتيريتش يتابع بقلق بالغ التصعيد في شمال غرب سوريا. قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر سورية وشهود عيان إن قصفا استهدف رتلا تركيا في إدلب، ما أسفر عن مقتل 33 جنديا تركيا. كما بثت رويترز فيديو يظهر الغارة الجوية وكذلك نقل الجنود الأتراك ما بين قتلى وجرحى إلى مستشفى ميداني قريب. وأوردت وسائل إعلام تركية تصريحا عن والي محافظة هاتاي التركية المحاذية لسوريا أكد فيه أن عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفيات بلغ 33 قتيلا. قال مسؤول تركي لوكالة رويترز إن بلاده قررت عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا سواء عن طريق البر أو البحر. وأشار المسؤول في حديثه لرويترز إلى أن أوامر صدرت لقوات الشرطة وخفر السواحل وأمن الحدود التركية بعدم اعتراض أي تدفق محتمل للاجئين السوريين. أدانت فرنسا وإيطاليا دعم الميليشيات المسلحة في ليبيا بما يمثل انتهاكا خطيرا لحظر الأمم المتحدة المفروض على الأسلحة التي تغذي الصراع في البلاد. كما أدانت مسودة البيان الختامي للقمة الإيطالية الفرنسية برئاسة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استخدام الميليشيات الأجنبية والمرتزقة في البلاد والهجمات على المواطنين وعلى البنى التحتية المدنية في النزاع، وكذلك توظيف الموارد المحلية واستخدامها أدوات للحرب أو مصادر تمويل للميليشيات. تجاوز عدد مصابي فيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية 2000 حالة مع اكتشاف 256 حالة جديدة أمس. ووفقا لما ذكره مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية فإن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 2022 حالة، وذلك بعد 39 يوما من اكتشاف أول حالة إصابة في البلاد. أعلنت وسائل إعلام إيرانية إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة معصومة ابتكار بفيروس كورونا. يذكر أن متحدثا باسم وزارة الصحة الإيرانية أعلن في وقت سابق ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 26 حالة. في سياق متصل أفادت وسائل إعلامية بأنه سيتم إلغاء صلاة الجمعة في العاصمة طهران وأكثر من 20 مدينة أخرى في إطار مكافحة انتشار كورونا. مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا من أخبار، للمزيد تابعونا دوما على extranews.tv. شكرا لكم.